بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدوحة، باعثها مستمع من هناك يقول مغترب من اليمن يحيى ناصر خالد. أخونا يحيى يقول في أحد أسئلته: في القرى الريفية ليس عندنا حمامات للوضوء، وإنما الماء في بركات أو ما نسميه نحن بالهجرة، وهذا الماء من الأمطار، ويجلس هذا الماء لفترة طويلة قد تزيد عن السنة بل وأكثر حتى يجيء مطر آخر فوق الأول، وهكذا وتستمر الحال هكذا، ونحن نتوضأ منه حتى إنه تقرأ عليه طبقة من اللون الأخضر. ماذا يكون حكم الوضوء والحال ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بأس تطهر بالماء ولو كان متغيرا بسبب نقصه أو طول بقائه في مكانه، فإن هذا لا يضر ولا يسلب الماء الطهورية، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحة نجاسة تحدث فيه. وقد أجمع أهل العلم على أن الماء يبقى على طهوريته ما لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإذا كان تغيره كما ذكرتم بسبب طول نقصه فهذا لا يضره، والوضوء به والتطهر منه كل ذلك صحيح لا إشكال فيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول في سؤال له آخر في الصالح معنى هذا السؤال: أنهم في رمضان وبعد صلاة العشاء يردد الإمام ويرددون وراءه: نويت أن أصوم غدا شهر رمضان المبارك، ما حكم ما يفعلون والحال ما ذكروا؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن العبادة صياما كان أو غيره لا بد من النية فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن النية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا يحتاج إلى تلفظ أو إعلان عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه بدون إعلان. لما قالت الأعراب آمنا أنكر الله ذلك عليهم بقوله: قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية لا في الصيام ولا في غيره، إلا ما ورد من ذكر النسك عند الإحرام وذكر النسك عند ذبح الهدي والأضحية، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا منك ولك تقبل مني. وعند الإحرام كذلك يصرح المحرم بالنسك الذي يريده فيقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حج، أو لبيك حج وعمرة، أو لبيك حج عمرة فتمتعا بها. إن الحج ليس ذلك بشرط، وإنما هو من باب الاستحباب. أما عدا هذين الموضعين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يقولون: نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أطوف بالبيت أو غير ذلك. كل هذا من البدع المحدثة. وإذا صار هذا بصورة كما ذكر السائل أن الإمام يرفع صوته بالنية ويردد المأمومون، فهذه بدعة معلنة
هذه بدعة معلنة واشتدوا إنكارها، أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا من هدي سلف الأمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير الذي نعرضه في هذه الحلقة يقول فيه: لدينا بعض المقابر القديمة وأصبحت في وسط المساكن، والناس يتخذون منها طرقا بأقدامهم وبالسيارات وبالدواب، ما هو توجيهكم للناس جزاكم الله خيرا؟ يجب احترام المقابر في عدم التطرق عليها وإلقاء القابرات وامتهانها. الواجب أن تصان المقابر وأن تصور بسور يحفظها من أذى الناس والدواب وغير ذلك، لأن الأموات لهم حرمة، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فتجب صيانة القبور ومنع التطرق عليها والقعود عليها وغير ذلك من الامتهان. قد جاء في الحديث: لأن يقعد الرجل على جمرة تخلص ثوبه وتخلص إلى مثل خير له من أن يقعد عن القبر. والناس في مسألة القبور طرفان ووسط. الطرف الأول الذي غلا في القبور، خصوصا قبور الصالحين، اتخذها أوثانا تعبد من دون الله، قلب الحوائج عندها والتبرك بها والاستغاثة بالأموات، وهذا شرك أكبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، سواء كانت قبور أنبياء أو قبور أولياء أو صالحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور لأن ذلك وسيلة من الشرك، ونهى عن البناء على القبور لأن ذلك وسيلة من الشرك، ونهى عن الكتابة عليها، ونهى عن إشرافها وتدسيسها وزخرفتها. كل ذلك لاجل حماية التوحيد وسد وسائل الشرك، ولكن قوما خالفوا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وعملوا كل ما نهى عنه حول القبور من باب الفتنة وتزيين الشيطان. الطرف الثاني على النقيض، امتهن القبور ولم يرى لها حرمة، اتخذها محلا لإلقاء القابرات، أو ربما يبنون عليها مساكن أو يفتحون عليها شوارع أو غير ذلك، وهذا حرام، لأن الموتى ملكوا هذه المرافق التي هم فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والوسط وهم الذين أهل السنة والجماعة الذين يصونون القبور عن الأذى والامتهان، ويحترمونها ويصورونها بأسوار تمنع التطرق عليها، ولكنهم لم يغلوا فيها غلو الغالين، بل مثلوا فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدي النبوي، وهذا هو المنهج الوسط، وخير الأمور أوساطها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى عرعر عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: عبد الجليل مزاري سوري يعمل في المملكة، أخونا له 7 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: نرجو أن ترشدونا إلى صلاة الجماعة، نحن عرب البادية، ذلكم أننا في البادية كما أسلف من أجل رعي الغنم، ولم نحضر بصلاة الجمعة ولا الجماعة لأننا بعيدون عن المساجد، وأصلي أحيانا أنا وأخي في البيت، وأوقاتا أصلي وحدي، هل يعد ما نفعله شبيها بصلاة الجماعة؟ نرجو إرشادنا جزاكم الله خيرا. ثم إننا في بعض الأحيان نؤخر الصلاة من أجل الوصول إلى البيت حتى نتوضأ، هل إذا أخرنا الصلاة ولو لنصف ساعة نعد على صواب أم نحن من المخطئين؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. جزا الله هذا السائل خيرا على اهتمامه بأمور دينه وتنبيه إخوانه. نعم، إن الصلاة واجبة على كل مسلم بلغ سن التكليف، ولا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله باطلا فيؤديها، سواء كان صحيحا أو مريضا، سواء كان مسافرا أو حاضرا، سواء كان آمنا أو خائفا، يصليها كل على حسب حاله. ومن ذلك الرعاة في سنوات يؤدون الصلاة في مواقيتها وهم في رعيهم أينما كانوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلتني الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان عنده ماء أو بقربه ماء يتمكن من الوصول إليه فإنه يجب عليه التطهر بالماء، فإن لم يجد ماء أو لم يستطع التطهر به لمرض أو قلة ماء لا يكفي لحاجته والوضوء، فإنه يتيمم صعيدا طيبا ويصلي. وإذا كان معه أحد واحد فأكثر فإنهم يصلون جماعة، ولا يجب أن يصلوا فرادا، بل يقيمون الجماعة، لأن الجماعة واجبة مهما أمكنت، سواء كانوا في بر أو في بحر أو في بلد، فالإثنان فما فوقهما جماعة كما في الحديث.
به، فإذا صلى جميعا فقد أدوا الواجب عليه، وهذا ما يدل على تمسك المسلم بدينه أنه يصلي في الثلاث أينما كان. جاء في الحديث أن الله يعجب من الرجل شرية في الجبل يرعى تتبع مواطن القصر لغنم، فإذا حالت الصلاة أذن وصلى. فهذا من الإيمان. الحاصل أنه يجب عليكم المحافظة على الصلوات، وإذا كنت وحدك وليس معك أحد تصلي وحدك، وإذا كان معك غيرك ولو واحدا فإنكم تصلون جماعة ولا يجوز أن تصلوا فرادى. وأما تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل الوصول إلى الماء والوضوء به فلا بأس بذلك، إذا كان الماء قريبا منك فتصل إليه قبل خروج الوقت فإنك تؤخر الصلاة تصلي بالوضوء. أما إذا كان الماء بعيدا ولا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت فإنك تتيمم صعيد الطيب وتصلي ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. جزاكم الله خيرا. ذكر نصف ساعة الصلاة، هل لكم من تعليق على هذه العبارة؟ إذا كان المراد نصف ساعة للسيارة أو لمشي الأقدام، يبدو أنها مشي الأقدام لأنه راعي غنم. على كل حال نصف الساعة بعيد، نصف الساعة بعيد، فهذا يتيمم ويصلي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي أخ يصاب بالصرع ويأخذ بعض الحبوب دائما، هل يصح أن يصوم مع أخذه للحبوب؟ إذا كان يأخذها في النهار هذا ليس له صيام، إذا كان قصده أن يأخذها في النهار فهذا لا يصوم. يفطر، فإن شفي في المستقبل كان يرجى شفاؤه في المستقبل فإنه يقضي ما أفطره. قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان هذا المرض مستمرا معه ويحتاج إلى العلاج بصفة دائمة ليلا ونهارا ولا يتمكن من الصيام لا أداء ولا قضاء، فهذا يكفي أن يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف الصاع من الطعام يدفعه للفقير، سواء جمع الأيام التي عليه ودفعها دفعة واحدة أو دفعها مفرقة، وسواء أعطاها لشخص واحد أو لعدة أشخاص. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، المعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام لمرض مزمن أو لكبر وهرم، لكن عقولهم معهم، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينا ويكفيهم ذلك عن الصيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل ترشدونه إلى استعمال هذه الحبوب ليلا بدل من استعمالها نهارا؟ إذا كان استعمال بالليل يكفي عن استعمالها في النهار ويصوم فهذا واجب عليه، يجب عليه أن يصوم إذا كان يستغني عنها في النهار ويقوى على الصيام، فإنه يجب عليه الصيام ولا يجب له الإفطار. أما إذا كان لا يستغني عنها أو كان الصيام يجهده حتى ولو ما لا يتناول الحبوب أو عدم تناولها، إذا كان الصيام يجهده ويزيد في مرضه فإنه يفطر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول أرجو أن ترشدونا إلى عمل نعمله لهذا المريض الذي يصرع، جزاكم الله خيرا. عليكم أولا بالعلاج بالقرآن والأدعية والأوراد الشرعية، وأن تقرأوا عليه من القرآن خصوصا فاتحة الكتاب وتردد عليه، يقرأها القارئ وينفث عليه المريض، وكذلك نفس المريض يقرأ ويرقي نفسه بالقرآن والأدعية والأوراد، هذا من أنفع العلاج. ثم أيضا الذهاب إلى الأطباء الذين يشخصون الأمراض ويعرفون أو يتحرون الأدوية المناسبة لها، فعليكم أولا بالعلاج الشرعي بالقرآن الكريم والأدعية والأوراد الشرعية، ثم أيضا الذهاب إلى الأطباء الفنيين الذين يعرفون تشخيص الأمراض ويصفون لها الدواء المناسب. جزاكم الله خيرا. هل تنصحونهم بنوعية معينة من أولئك الذين يتعاطون الطب العربي كفالة؟ الذين يتعاطون الطب العربي على قسمين، طيب قسم منهم يستعملون الطب النبوي الوارد في الأحاديث ويستعملون الطب المجرب المباح الذي ليس فيه محلول، فهؤلاء لا بأس الذهاب إليهم من باب اتخاذ الأسباب ممن عرفوا بحسن المعتقد والسلامة من الشعوذة والتعامل مع الشياطين. أما النوع الثاني فهم أطباء مشعوذون يستعملون السحر، يستعملون الكهانة، ويستعملون أشياء خفية، يستعملون بالجن والشياطين، فهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم ولا يتسموا بالأطباء الشعوذون. في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا
لم تكمل له صلاة 40 يوما. في رواية: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المستعوذون والدجالون والمحتالون لا يجوز الذهاب إليهم، لأن هذا إفساد للعقيدة وقد يفضي إلى الخروج من الدين والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن السجود، سجود التلاوة، هل يسجد القارئ حسب حاله أم يلزمه أن يتوجه إلى جهة القبلة؟ أحسن أن يتوجه إلى جهة القبلة إذا أمكن، ويجوز أن يسجد إلى الجهة التي هو يسير إليها إذا كان يسير في سفره يقرأ القرآن، فيسجد إلى الجهة التي هو متوجه إليها. أما إذا كان في غير حالة سير أن يكون جالسا يقرأ القرآن فالأحسن أن يسجد إلى القبلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل بين غنمي شاة أو خروف أو معزة تائهة وبقيت معي أكثر من سنة، كيف أتصرف فيها جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك أن تنادي على هذه الأغنام الضائعة، أن تنادي عليها لمدة سنة في الأمكنة التي يتحرى وجود لم يعرفها فيها من أهلها أو غيرهم، أن تنادي عليها تعرفها في مجامع الناس وعند أبواب الجوامع يوم الجمعة خارج المسجد، تنادي عليها أسبوعيا وشهريا وحسب الإمكان. فإذا مرت سنة ولم يتقدم لها أحد فإنها تكون لك، وإن جاء صاحبها فيما بعد وعرفها فإنك تدفعها له إن كانت موجودة أو تدفع له قيمتها إذا تصرفت فيها، فإن لم يأتي بعد الحول واستمر عدم مجيئه فهي لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أنه من أهل البادية وليس من أهل صلاة الجمعة شيخ صالح، فلعل هناك توجيه آخر. ينادي في الأمثلة التي يرجى وجود أهلها فيها من البر أو من البلدان. بارك الله فيكم. يسأل أيضا سؤاله الأخير فيقول: شيخ صالح، هل يجوز أن نصرف زكاة المال لبناء المسجد أو لا؟ زكاة المال لا تصرف لبناء المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى حدد المصارف بثمانية مصارف فلا يجوز صرفها في غيرها، وبناء المساجد ليس من هذه المصارف، وكذا غيره من الأعمال الخيرية كبناء المدارس والقناطر وتأمين مياه الشرب وغير ذلك، هذه مجالات خيرية ينفق عليها من التبرعات ومن الصدقات المستحبة. أما الزكاة، زكاة المال، فإنها تخصص بما خصصت له في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة ثمانية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى اليمن، محافظة حضرموت قبيلة سندة، عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك هو طهانون، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: أنا كنت أعمل ذنوبا عظيمة وأنا الآن تبت والحمد لله وأبكي كثيرا على ما فعلت، هل علي من كفارة تجاه تلك الذنوب وهل سيغفر لي ربي ودهوني؟ جزاكم الله خيرا. نعم، التوبة واجبة على المسلم من جميع الذنوب. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة في كثير من الآيات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة في كثير من الأحاديث الصحيحة، قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسرون، وقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. فالتوبة واجبة من كل ذنب، والله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه توبة صحيحة. ولا ذكره السائل من أنه تاب وندم إلى الله وصار يبكي إذا تذكر ذنوبه، هذه علامة خير ودليل على صدق التوبة، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي. وأما الكفارة فهذا يختلف باختلاف الذنوب، فإذا كانت المعصية قتل نفس بغير حق، أو كانت المعصية في تعد على أحد في نفسه أو ماله أو عرضه، فإنه لا بد أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. فإن كان الحق قصاصا فإنه يمكن من نفسه من القصاص أو يطلب المسامحة، وإن كان الحق مالا فإنه يؤديه إلى صاحبه أو يطلب منه المسامحة. فإذا كانت هذه المعاصي تتعلق بالمخلوقين فظلمهم والاعتداء عليهم، فلا بد من
أداء الحقوق إلى أهلها وطلب المسامحة، طلب المسامحة منهم. أما إن كانت المعاصي فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لا تعلق لها بحقوق المخلوقين فهذه تكفي فيها التوبة الصادقة، والله يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا من محافظة حضرموت في اليمن. سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.